في ظل الإسلام عدل ورخاء وسلام. نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المسداة. أسأل الله العظيم أن يصلي ويسلم على حبيبه ومصطفاه كما يحب ربنا أن يصلي ويسلم عليه، وألا يحرمنا أبدا ما أحيانا جميعا من الصلاة والسلام عليه، كما نسأله جميعا مخلصين ألا يحرمنا أيضا من أجر الصلاة والسلام عليه، وأن يفقهنا في سنته، وأن يرزقنا العمل بها، وأن يمن علينا بشفاعته، وأن يجعلنا أهلا لها، اللهم آمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معاشر الإخوة الأحباب من المشاهدين الكرام ومن المشاهدات الكريمات الفضليات. نرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن أجده أنا وأنتم في ميزان حسناتنا يوم القيامة ذخرا لنا أمام رب العالمين، اللهم آمين. أحبتي الله، لعلكم تذكرون 5 حلقات، بل قولوا 6 حلقات متواليات، جعلناها في قضايا بناتنا وأخواتنا المطلقات، ووجهنا كثيرا من النصائح لإخواننا الأزواج، وقلنا لهم لا تنسوا أن أبناءكم في أحضان هذه المرأة التي قدر لها أن تخرج خارج بيت الزوجية مطلقة، فإذا بها وجها لوجه مع الحياة بأعبائها الثقيلة، ومعها من معها من أبنائها وبناتها. قدمنا 6 حلقات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتفعوا بها جميعا. وهذه الحلقة ختام هذه السلسلة، ولعلكم تذكرون كذلك أننا اختتمنا بوصايا 10، شرحنا منها 3 من هذه الوصايا، وتبقى 7 وصايا. يعني ليتنا نتمكن اليوم، وهي وصايا والله ذهبية من رجل محب لكم حريص عليكم يريد لكم الخير كل الخير. يعني أكثرت من النداء لإخواني من الرجال، وانتقدنا تصرفات كثيرة لكثيرين منهم، ونصحنا لهم أحيانا بحدة، وحتى قال بعضهم أليس لنا شيء، بمعنى ألا يمكن أن توجه حديثك إلى النساء حتى يتقين الله عز وجل،
حتى يتقين الله عز وجل في الرجال؟ قلت يا سيدي لهم عندي 10 وصايا مهمة ختامها هذه الليلة إن شاء الله. أما الوصايا 7 التي تبقت والتي أتمنى أن أفرغ منها هذه الليلة فهي على التوالي: لا تتعالي عليه، لا تتعالي عليه ولا على أهله. أكرمي أبويه وأحسني إلى أهله، أكرمي ضيفه، أسمعيه اللغة التي تتفق مع قوامته للأسرة، أحسني به الظن أو أحسني الظن به والتمسي له عذرا، اصبري عليه واستري عليه. وآخر هذه الوصايا: أكرمي أبناءه وأحسني إليهم. أنظر إلى هذه الوصايا وعلى ضوء التجربة في هذه الحياة وعلى أساس ما أتلقاه ليل نهار من المكالمات الهاتفية ومن الشكاوى اليومية ومن الملاحظات التي يبديها لنا الناصحون من إخواننا، أعتبر هذه الوصايا وصايا ذهبية. ولا تنسوا ولا تنسي يا ابنة الحلال أن الذي يتحدث إليك رجل تقدم به العمر ويجلس بين الرجال ويسمع منهم ويناقشهم ويسجل أيضا ملاحظاتهم ويستفيد من هذه الحوارات التي تجري معهم من حين لآخر. أما الأولى: لا تتعالي عليه. التعالي والغرور ليس من أخلاق الإسلام ولا من أخلاق المسلمين، بل إن الجنة محرمة على من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. والكبر بوجه عام يشكل حاجزا، لا أقول معنويا، وإنما يشكل حاجزا ماديا بين المتكبر المتعجرف المتعالي المغرور وبين الناس. نعم، يلفظونه ولا يحبون الكلام معه ويتجنبون مجلسه لأنه شخصية مزعجة. أما أنت يا أمة الله فأنت زوجته، أنت زوجته، وأنت التي وقع اختياره عليك في يوم من الأيام، وربما عرضت عليه كثيرات فرفض الجميع وتوقف عندك طويلا وقبل هذا الترشيح وجاء إلى بيتكم المعمور بقلب يعني يخفق حبا لكم وتقديرا لبيتكم الكريم، فيفترض أن الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا الذي اختارنا وآثرنا على غيرنا ليس له عندنا إلا التقدير والاحترام والتواضع له، وهو تواضع لا يخل مطلقا بكرامتك ومنزلتك أبدا، إنه يرفع من قدرك
ويخلع عليك مزيدا من العزة والتكريم، لأنك تبذلين هذا التواضع لرجل حقه عليك عظيم. أريد أن أقول أسوأ ما يمكن أن تقدم عليه امرأة أن تتعالى على زوجها وأن تهمل رغبته وأن تطعنه في تلك الرغبة. كلامي واضح، أكرر، أسوأ ما يمكن أن تفعله زوجة أن تراه راغبا فيها وتتعالى عليه، والله أعلم لماذا هذا التعالي. وأنت تعلمين يا أمة الله بأنها طاعة لله. نعم والله، وقد كررت في هذا المقام كثيرا مقولة المرأة التي أوفدتها النساء إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فتحدثت بلسانها عنهم أو عنهن: الرجال يصلون الجمع والجماعات، الرجال يصلون الجنائز صلاة الجنازة ويحملون الجنازات، الرجال يجاهدون ويحملون السلاح في سبيل الله، وهذا ليس متاحا لكل النساء، فماذا للنساء؟ كانت إجابة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: أخبري من وراءك بأن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. حسن العشرة والمعاشرة، حسن المعاملة، حسن التفاهم يعدل ذلك كله، حتى الجهاد في سبيل الله. نعم، إذن هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو بالنسبة لزوجته نارها أو جنتها. الله، إذن الزوج بهذه المثابة مشروع يؤدي إلى الجنة. حسن المعاملة للزوج ورضاه، وأن يقول: يا ربي إني راض عن زوجتي، فارض عنها وأكرمها، هنيئا لمن حصلت من زوجها على هذا الدعاء، هنيئا لها. ويا حسرتاه على الأخرى المتعالية المغالية التي تنظر إلى الاستجابة له على أنها تنازلات تخل بكرامتها. نعم والله، كثيرات منهن ينظرن إلى تلك الاستجابات الكريمة من جانب سيدة المنزل الكريمة، بعضهن ينظر إلى هذه المبادرات وتلك الاستجابات على أنها تنازلات. أبدا أبدا، إنه حق الرجل عليك، وهو أولى الناس أن تقدمي له أحسن مستوى من الأخلاق بالتواضع وبحسن المعاملة وبحسن العشرة. وبعدين يا سيدتي، لست بأفضل منه، يعلم الله، لست بأفضل منه. مهما كان انتماؤك لأسرة ما أو وسط ما، ومهما كان يعني مهما كان الوالد الكريم مهما كان شأنه، فإنك مع احترامي للوالد لست بأفضل منه إطلاقا، من الناحية العرقية أو المستوى المادي أو ما إلى ذلك. فإن مقياس التفاضل في الإسلام
إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. التقوى ليس المعيار الرجولة أو الأنوثة، كلا، المعيار ما يحمل هذا القلب من التقوى لله تبارك وتعالى. هذا هو الذي يفرق بين رجل وآخر وبين امرأة وأخرى. فاحذري، احذري، لأن الكبر يفسد بيت الزوجية. نعم، يفسد بيت الزوجية. وأنا قلت لك إذا كنت تريدين إرضاء الله تبارك وتعالى فاحرصي على إرضاء الزوج في حدود ما أحل الله وحرم، في حدود لا ضرر ولا ضرار. يعني إذا كان لديك من الأعذار ومن الحجج الوجيهة ما يقوي من موقفك فأظهري ذلك وأوضحيه، ولن تجدي إن شاء الله ما دمت صادقة لن تجدي منه إلا التكريم والاستجابة. أنتقل بعد ذلك إلى الوصية الخامسة: أكرمي أبويه وأحسني إليهما. صلوا على النبي. مفتاح قلب الزوج، وأنا زوج، مفتاح قلبه أن تكرمي أبويه وأن تحسني إليهما وأن تتحدثي إليهما بلغة ودية محترمة مناسبة، تراعي مقام الشيخين الكريمين. وأتمنى أن يقوم الآباء بدور كما قلت منذ تقريبا 3 أسابيع، أتمنى أن يقوم الآباء بدور مهم جدا بالتوصية قبيل خروج الفتاة إلى بيت الزوجية، على الوالد الكريم أن يجلس معها وأن يوصي بوالدي الزوج خيرا، بل عليه أن يقول لها: من مزايا هذا الرجل وتلك الزيجة أن أبويه على قيد الحياة إلى الآن، وتستطيعين أن تستثمري في حسن المعاملة لهما، وأن تخرجي بعظيم الأجر والمثوبة من رب العالمين تبارك وتعالى إن أنت أحسنت إليهما وأكرمت أبويه. أقول لبناتي ولأخواتي على ضوء ما أعرف من الأزواج وعلى ضوء أحاديث الرجال معي، أستطيع أن أقول إن الزوجة على استعداد كامل أن يتنازل عن بعض حقوقه وأن يعفو عن كثير من الأخطاء إذا تأكد أن أبويه موضع احترام وتقدير من جانب زوجته. يسعد بذلك كثيرا إذا علم أن زوجته تحترم وتقدر وتكرم والديه. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم. الله يكرمك يا حاجة سناء. ممكن أقول حاجة صغيرة لسه كاتباها دلوقتي؟ ما دامت صغيرة ماشي. بس هقولها بسرعة عشان تبقى صغيرة. لا ولا يهمك، اتفضلي. الله يكرمكم يا رب، جعلنا صحبة جميلة الدنيا والآخرة. اللهم آمين. عايز أقول بفضل الله من أجمل الوصايا وأشملها وأكملها وأرحمها وصايا الودود الرحيم والذي طبقها من هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم. فأهم الوصايا بل الأصل في الوصايا
الاختيار الصحيح من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه بناتكم إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأيضا اظفر بذات الدين تربت يداك، ثم تقوى الله فإنها مفتاح الخير كله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الصبر وما أجمل عواقبه، بشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأشياء كثيرة في كل اتجاه. الكلمة الطيبة صدقة، ومع تبسمك في وجه أخيك صدقة. والأولى بهذا التبسم والكلمة الزوج، فالأقربون أولى بالمعروف. العفو والصفح، ادفع بالتي هي أحسن، والله لن يكون إلا السكن والمودة والرحمة، وكل هذا بإخلاص النية لله وحده وانتظار الأجر منه هو سبحانه، فوالله سيكون الأجر خيري الدنيا والآخرة. وهذا كله ينعكس على الأبناء وأقارب الزوج، وسيسود السعادة والبشر والنور والطمأنينة في البيت كله. فاللهم اجعلنا خير راعيات لخير رعية، ومنهم الزوج فهو طفل كبير. فاللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، وجزاكم الله خيرا. يعني مش عارف، ربنا يبارك فيك يا حاجة سناء، ولكني لا أقبل أن أكون طفلا كبيرا. لكن هي على كل حال كلمة لها معناها، وأرجو أن يفهمها أبناؤنا وأخواتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو كرمت شيخ ممكن اسال حضرتك سؤال خارج الحلقه؟ خارج الحلقه ماشي. بص حضرتك، انا اختي مات ليها شاب عنده 27 سنه، فانا مش بسال حضرتك عشان تفصل لنا حلم، لا، بس عشان اعرف اذا كان ليه دين ولا لا. شفته انا في الحلم بقول له انت عايز فلوس يا محمد، قال لي لا يا خالتي انا معايا 200 جنيه. فده معناه ايه شيخ؟ معلش انا والله لا ادري يا ابنتي. يعني هل ده عليه دين او حاجه؟ لا أدري يا ابنتي، سلي أهله. طيب جزاك الله خير. لو سألت أهله ينكشف لك الأمر إن شاء الله. وأرجو أن يجنبنا أخواتنا وإخواتنا مسألة الأحلام وتفسير الأحلام، فقد أعلنت مرارا أنني لست مختصا بهذا العلم، له أصول وله من يفهم فيه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. بعد اذنك يا شيخ، انا عاوز اسالك في الصلاه، في اللي هي نقطه اللي هي الصلاه، في ايه؟ في نقطه اللي هي الصلاه، لو انا فاتتني مثلا، لو فاتني الظهر وجاء اذن العصر عليا واذن العصر عليا، اصلي انهي الاول؟ تبدا بالظهر طبعا، ثم تصلي العصر بعد ذلك. اللي هي بتاعت النوافل. نعم. النوافل اللي هي النوافل، مش في اللي هو المؤكده واللي هي مش مؤكده؟ ايوه. في طب فاتتني اصليها بعد الفرض ولا اصليها عادي سواء مؤكده او غير مؤكده؟ نافله الصبح فقط هي التي تصلى في وقت القضاء بعد شروق الشمس، وتظل الفرصه متاحه لصلاتها حتى اذان الظهر. أما بعد غير النوافل بعد ذلك مرتبطة بأوقاتها. ماشي. سيدنا إبراهيم عليه السلام، تذكرون أيها السادة الكرام أنه ذهب إلى بيت إسماعيل فلم يجد إسماعيل، ووجد زوجته. هذه الزوجة لم تحسن استقبال إبراهيم عليه السلام، ولم يلقى منها ما كان يجب أن يلقى من إكرام الضيف، وبخاصة بعد أن عرفته وعرفت أنه والد إسماعيل عليه السلام. فأنهى الزيارة، وقبل أن يغادر الدار قال لها إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له غير عتبة بابك، أو كما قال إبراهيم عليه السلام.
وقدر بعد ذلك أن يعود إسماعيل، فأخبرته بالشيخ الجليل الكريم الذي زارهما وبمقولته بشأن تغيير العتبة، ففهم إسماعيل الرسالة جيدا وطلقها لأنها لم تحسن استقبال أبيه ولم تكرم أباه كما ينبغي. ومرت الأيام وعاد إبراهيم عليه السلام ليزور ولده، فاستقبلته زوجة إسماعيل بالترحاب وبكريم الكلام، وقدمت له الماء ليغسل ما يريد من عناء السفر، وأكرمت وفادته وقدمت له ما كان عندها من قرى الضيف، وخرج عليه السلام راضيا عنها، وقال: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له لقد استقامت عتبة بابك. انظروا أحبتي، والدي وأمي، يعني أهم الشخصيات في حياتي، أبي وأمي شرفي وكرامتي وعزي ومجدي وطريقي إلى الجنة. من أحسن إليهما استحق أن يكون في عيني وأن ينال مني ما يريد من الإكرام والإحسان، ومن أساء إليهما وقصر معهما مهما كان شأنه لا مكان له في قلبي. أقول هذا وأنا واثق أن كل الرجال يتفقون معي في ذلك. ولا تنسي يا ابنتي ويا أختي الكريمة أن العمر قد تقدم بهما، وربما بدت منهما تصرفات أقرب أحيانا إلى تصرفات الأطفال، مع احترامي لهما خذي في الاعتبار أنهما يحتاجان إلى الصبر، نعم، مقابل الأجر الذي ستحصلين عليه وهو أجر عظيم. اصبري عليهما وتحملي حتى يبعث الله عز وجل لك وأنت في ذات السن من يحسن إليك. الديان لا يموت، الديان لا يموت، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذن اتفقنا، نصيحة ذهبية لوجه الله: يا بناتي ويا أخواتي، أحيانا أسمع كلاما مؤلما عندما نرشح العريس لإحدى بناتنا، وتقول إحداهما أو إحداهن: عريس لقطة. ليه لقطة؟ لا أب ولا أم. يا سلام، لا أب ولا أم، يبقى ده لقطة. والله لقد حرمت الزوجة من مصادر العز والتكريم والأجر والثواب، حرمت لأن زوجها هذا توفى أبواه. بل كان ينبغي أن تفرح إذا قلنا لها: أبواه على قيد الحياة يعيشان معه. تقول الطيبة الأصيلة الكريمة، تقول: إذن فقد أكرمني الله عز وجل، إذن أراد الله لي الخير. نعم، فهما أبواي، هما أبواي
اللذان أكرما ولدهما هذا وربياه ولم يبخل عليه، حتى وصل إلى هذا المستوى من الأدب والعلم والمعرفة، ثم تقدم لها بعد ذلك أو قدم لها بعد ذلك على طبق من ذهب. أولى بها أن تقول: أسأل الله عز وجل أن يعينني حتى أكون عونا لهما إن شاء الله. لو قالت هذا كانت فعلا أصيلة. سنلتقي بإذن الله بعد قليل إن شاء الله، ونلقاكم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعود بإذن الله. والنصر ما أبهى شراني يحفظنا.